وكمان أمس شفنا على شاشة NBC1 الحلقة الرابعة من برنامج مسابقة الكوميديا، البرنامج الكوميدي التنافسي اللي تعده وتنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، وخلاله قدمت مواهب سعودية عروض جميلة، وكان الختام بتأهل زياد صالح وأسامة الغامدي للنصف النهائي. خلونا نشوف هالمقتطفات ونرجع لكم من حلقة أمس. يا هلا ويا مرحبا فيكم في مسابقة الكوميديا لختام مرحلة ربع النهائي. مرحلة حماسية جدا. مساء الخير يا وجه الخير، معك يا أخوك يا عايض. في شيء بقوله بالعامية يعني. يا أخي ذبات قوية يا أخي. يعني المتأهل الأول معانا للنصف نهائي زياد صالح. المتأهل الثاني معانا لنصف النهائي أسامة الغامدي.